السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعينا على اليوتيوب. هناك اختراعات غيرت وجه العالم، جاءت بمحض المصادفة. وبالرغم من وجود مثل شهير يقول الحاجة أم الاختراع، فهذه الاختراعات لم يكن مخططا لها، ولم يكن صاحب هذه الاختراعات يفكر فيها، ولكنه بالمصادفة واجه هذه الاختراعات، وجد أنها يمكن أن تفيد البشرية. في تقرير نشره موقع Interesting Engineering الأمريكي، استعرض الكاتب كريستوفر ماكفادين اختراعات جاءت عرضا، وهذه الاختراعات ساهمت وغيرت في تغيير وجه العالم كله. وسنحكي لكم عن بعض هذه الاختراعات، وسنحكي لكم عن جزء كبير من هذه الاختراعات، ومن ضمنها اختراع السيليفان، أشعة إكس، التيفلون، الزجاج الآمن، والمايكرويف وغيرها. وللأمانة نشير أن معظم أصحاب تلك الاختراعات هم علماء في غاية العبقرية. فمثلا العالم الفيزيائي الألماني فيلهلم كونراد رونتينج اكتشف الأشعة السينية كما نعلم. فأثناء عمله على أنبوب الأشعة المهبطية، لاحظ العالم الفيزيائي الألماني فيلهلم كونراد رونتينج حدوث شيء غريب. رغم أن الأنبوب كان مغطى، فإنه شاهد توهجا في الشاشة الفلورية القريبة حين كان الأنبوب قيد التشغيل والغرفة مظلمة تماما. حاول بشتى الطرق منع الأشعة التي تبدو غير مرئية، ولكن باءت جميع محاولاته بالفشل. وحين حاول استخدام يده، لاحظ بأنه بإمكانه رؤية عظامه في صورة معروضة على الشاشة. هذا الأمر جعله يشعر بالذهول والاندهاش، ومن ثم استبدل الشاشة بلوح تصوير فوتوغرافي، وابتكر أول أشعة سينية على الإطلاق، والتي ما زلنا نستخدمها للآن في الكشف عن العظام عند حدوث بعض الأشياء مثل الوقوع أو ما إلى ذلك. أما البنسلين فله قصة أخرى. ففي عام 1928 لاحظ السير ألكسندر فيليمينج، وهو عالم كان يقوم بأبحاثه في مقبره، تراكم العفن في طبق اختبار يحوي البكتيريا المكورة العنقودية، ولاحظ أن مستعمرات البكتيريا لا تنمو قرب العفن. وصار عما أدرك فيليمينج أن العفن يطلق نوعا من المواد التي تعيق نمو البكتيريا. ولنلاحظ أنه لو لم يكن عالما ويدرك معنى هذا الأمر لما لاحظ ذلك. وفي أربعينات القرن العشرين جرى اعتماد البنسلين الذي ساهم في إنقاذ أرواح العديد من البشر، ولكن أيضا لنعلم أن هناك بعض البشر لا يتم استخدام البنسلين معهم لأن لديهم حساسية ضده. البنسلين والحساسية قد تكون خطيرة وتصل إلى الوفاة، لذلك يتم عمل اختبار الحساسية ضد البنسلين قبل إعطاء. أما الأنسولين فله قصة أخرى في اكتشافه. في أواخر ثمانينات القرن التاسع عشر حاول الطبيبان اكتشاف دور البنكرياس في عملية الهضم، فقرر إجراء تجربة، فأحضر كلبا
وأزال عضو البنكرياس من هذا الكلب وقاموا بخياطة الجرح وشفي الكلب. ولكنهم نتيجة لتلك العملية لاحظ تجمع ذباب حول بول الكلب مما يدل على احتوائه على نسبة عالية من السكر، فأدرك بذلك أنه ساهم في إصابة الكلب بمرض السكري من غير قصد. وفي عشرينات القرن الماضي وبناء على هذا الاكتشاف أجريت أبحاث أخرى ساهمت في عزل إفراز البنكرياس الذي يعرف باسم الأنسولين والذي ينقذ حياة العديد من البشر المصابين بالسكر. لا شك أن أواني تيفال الرائعة التي نتمتع بها في مطبخنا والتي لا يلتصق بها الطعام وتتحمل درجات حرارة مرتفعة وسهلة التنظيف يعود الفضل في اختراعها إلى الخبير الكيميائي رو بلانكيت في عام 1938. لم يقصد الخبير الكيميائي رو بلانكيت أن يخترع تلك المادة التي تطلى بها أواني الألمونيوم لتتحول إلى أواني التيفال والتي لا يلتصق بها الطعام وتتحمل درجات حرارة مرتفعة كما قلنا، ولكنه بدأ تجاربه للتوصل لدرجة تبريد أعلى وأفضل، فقام بخلط مادة التترافلوروسايلين مع حمض الهيدروكلوريك، لكنه فوجئ بتحول الغاز الناتج من الضغط العالي للخليط لمادة ثقيلة مقاومة للتآكل وأيضا تتحمل درجة انصهار عالية جدا. واستخدمت هذه المادة فيما بعد لطلاء أواني الطعام لمنع الالتصاق، وأطلق عليها أشهر ماركة أواني في العالم كله تيفال، وما زلنا نستخدمها إلى الآن. وهناك اختراع آخر جاء عن طريق الصدفة ولكنها صدفة غريبة. فخلال أربعينات القرن الماضي كان بيرسي سبنسر يعمل على مشروع متعلق بالرادار، وأثناء اختباره لسمام مفرغ جديد لاحظ أن قطعة الشوكولاتة في جيبه قد ذابت بسرعة مقارنة بما كان متوقعا، فشعر بالفضول الشديد وبدأ في توجيه الصمام نحو أشياء أخرى مثل البيض فوجده يطيب وحبات الفشار لمعرفة ما سيحدث، فأصبحت هذه الأشياء ساخنة أيضا. فتوصل سبنسر إلى أن طاقة الميكرويف يمكن أن تؤدي لتطبيق جديد مثير للاهتمام، وسرعان ما تم اختراع فرن الميكرويف بعد ذلك والذي يستخدمه العديد من الناس في مطابخهم. فالميكرويف جاء عن طريق الصدفة ولكنها صدفة لعالم لاحظ واكتشف. وللبارود قصة أخرى. البارود كان أول من عرف البارود هم العرب، حيث يذكر في ثورة الزنج أن العمال الزنوج في العراق مدينة البصرة كانوا ينقون منح البارود عام 71 هجرية 690 ميلادية. وقد عرف الكيميائيون المسلمون العرب الأوائل ملح البارود في القرن السابع، حيث كان يستخدم لأغراض حربية مثل نسف الحصون وكذلك للألعاب النارية. وأول استخدام للمدافع كان في حصار العرب لأعدائهم. وكلمة بارود لأول مرة ذكرها ابن البيطار في كتابه مفردات الأدوية. ولكن الغرب يحكي قصة أخرى تماما سأحكيها لك. وللبارود قصة أخرى. فقد كان الغرض الرئيسي لاختراعه يختلف تماما عما يستخدم به، إذ كان غرض بعض الرهبان في القرن التاسع عشر تحضير خلطة سحرية مكونة من نترات البوتاسيوم والكبريت مضاف إليه عسل النحل المجفف، ليكون الغرض منها زيادة قوة الإنسان وتزيد في عمره وتبعد عنه شبح الموت. ولكنهم قصفوا عمره بهذا الاختراع وفجعوا بنهايات أبحاثهم التي أضرت بالبشرية إلى الآن وأودت بالكثيرين للموت المحقق. السترات الواقية من الرصاص
والتي يستخدمها كبار الساسة وكبار الفنانين وغيرهم. هذا القماش الواقي من الرصاص يعرف بقماش كيفلر. توصلت إليه باحثة ذكية تدعى ستيفاني كوليك عام 1964، فقد كانت تعكف على تصنيع ألياف أكثر مقاومة وخفة لصناعة الإطارات، فقامت بخلط البوليمرات مع الجزيئات الكيميائية. وبعد العديد من البحوث والتجارب توصلت لخليط جديد وضعته على الداي المصنع للألياف الصناعية، وإذا بها تنتج نسيجين منفصلين وليس واحدا، وكل طبقة منهما بلون، أحدهما ذو لون أصفر صافي والثانية سحابية اللون لامعة ورقيقة. ووجدت أن هذين النسيجين ذو مقاومة أكبر مما تحتاجه صناعة الإطارات، فأطلقت عليه اسم كيفلر الذي هو بقوة الفولاذ، واستخدم في صناعة السواتر الواقية من الرصاص. ويا ذهب القصة. أما الفيزلين فمن وجهة نظري يعود الفضل إلى اكتشافه إلى عمال النفط في ولاية بنسلفانيا. ونقول الحكاية من البداية. في أواخر خمسينات القرن 19 تنقل الكيميائي روبرت تشيزي برو إلى ولاية بنسلفانيا لمشاهدة حقول النفط، وهناك سمع شكوى بعض عمال النفط من شمع سمي شمع القضبان، الذين يضطرون إلى إزالته في الغالب عن قضبان المضخات الفولاذية، وعن استخدامهم لتلك المادة المزعجة مرهما مسكنا وشافيا للحروق والجروح. أثار ذلك اهتمام تشيزي برو، فجمع عينات من شمع القضبان وحملها إلى منزله وباشر فحصها، وظهر الفيزلين تبعا لذلك، وهو من الاختراعات التي غيرت وجه العالم. هناك الكثير من الحوادث التي تقع أمام أعيننا والتي يعتبرها البعض حوادث عادية ولا تثير غريزته العلمية. أما العلماء والباحثين فهناك ما يثير غريزته العلمية، وهذا ما حدث عندما كسر كأس زجاجي ولم يتناصر أمام أحد الباحثين، فأثار ذلك غريزته العلمية. وعندما تكرر هذا الحدث فكر لماذا لم يتناصر الزجاج، وحاول التوصل للأسباب وتفسير ما حدث، فوجد أن الزجاج المصنوع منه الكأس كان يختلط في تركيبه بطبقة من البلاستيك تمنع تناثره. ومن هنا كان اختراع مبهر دخل في صناعة زجاج السيارات وأنواع عديدة من أواعي الخبز والطبخ. السليفان. هناك حدث قد يعتبره البعض عاديا، وهو أن يسقط منه بعض الماء أو السوائل على المفروشات وتتعرض للبلل،
هذا ما صادفه العالم جاك فاندربرجر. كان ذلك عام 1900. ففكر، لماذا لا يكون هناك قماش أو نسيج يمنع تدفق المياه من خلاله؟ واستمرت أبحاثه، وفشلت مرات ولكنها نجحت في النهاية للتوصل لذلك النسيج الشفاف الذي لا غنى عنه في حياتنا للتغليف أو صناعة الأكياس البلاستيكية، والذي نسميه السوليفان. الفسفور المشع. توصل له العالم هينينج براند في عام 1975 بألمانيا، إذ كان يجمع عدد من الأواني المليئة بالبول في معمله، منتظراً التوصل لفكرة واختراع علمي يحول البول لكنز من الذهب. وبعد انتظاره فترة طويلة، بدأ براند إجراء التجارب بنفسه، فعمل على تسخين البول لدرجة الغليان لفترات طويلة، حتى حصل على سائل أحمر اندفع من الإناء لخارجه، وكان هذا السائل ذو بريق أخضر مضيء، وكان هذا السائل هو الفسفور المشع الذي نجده بيننا هذه الأيام في شكل أقلام أو إكسسوارات مضيئة أو حلل الزينة أو سبح أو في إشارات المرور الليلية على الطريق السريع. وإلى لقاء في فيديو لذيذ آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فضلا دعوا لايك واشتركوا في القناة.